السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة. صنعاء تلوح بالحرب قادرة على إيقاف تصدير النفط السعودي. وإلى التفاصيل. يذهب التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء إلى انفجار الحرب العسكرية مجددا بين صنعاء والرياض وانتهاء التهدئة الهشة. ووفق مصادر مطلعة، فإن صنعاء لن تتوانى عن اللجوء إلى الخيار العسكري للرد على الحرب الاقتصادية التي تستهدف القطاع المصرفي اليمني. وأضافت أن التحذيرات التي أصدرها قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي كانت واضحة بأن السعودية تخاطر باقتصادها وأمنها وتمارس لعبة خطيرة وتصب النار على الزيت. وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة التي كشفتها قوات صنعاء مؤخرا قادرة على إيقاف تصدير النفط السعودي واستهداف ناقلات النفط السعودية. بيّنت المصادر أن إيقاف تصدير النفط السعودي لن يكون ضرره على اقتصاد المملكة، بل ستمتد أضراره إلى الاقتصاد العالمي المثقل بالركود جراء الأزمات المتلاحقة. وفق المصادر، فإن اتصالات وسطاء إقليميين ما زالت جارية لتهدئة الحرب الاقتصادية ومنع الانزلاق نحو معركة كسر العظم. كانت المنشآت النفطية السعودية هدفا سهلا لصواريخ ومسيرات قوات صنعاء قبل أن تكشف الأخيرة عن أسلحة جديدة ومتطورة مؤخرا خلال العمليات التي تنفذها في بحر المتوسط والأحمر والعربي والمحيط الهندي دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.